بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، النهاردة بنستمر في بارت 2 مع Eating Around the World. طبعا بنبدأ بالفوكاب، وده على الطالب المسؤولية حفظ هذه الكلمات والتعبيرات. كريوس، فضولي. كريوسلي، بشكل فضولي. كريوسيتي، الحب للاستطلاع والفضول. كورن بريد، خبز الذرة. ديليشز، لذيذ. سويت بوتيتوز، اللي هي البطاطا. نورمال، طبيعي او عادي. ديزرت، الحلو اللي بعد الطعام. ديزرت الصحراء. بام باكن، اللي هو القرع العسلي. باي، فطيرة. ميل، وجبة. بليف، يعتقد. بليف، اعتقاد او ايمان. برونز، جمبري او شريمبس، برضك تدي نفس المعنى. ويستر، المحار. رير، نادر. سي فود، طعام البحري. سويت، حلو المذاق. راوند، مستدير. برينج، يحضر او يسبب. لك، بمعنى حظ. لاكي، محظوظ. لاكيلي، حسن الحظ. فيستيفال، مهرجان. عيد الاضحى، عيد الاضحى. فتة، اللي هي نفس الكلمة. روستد تركي، اللي هو الديك الرومي المشوي. سبرينج رولز، ملفوفات الربيع، دي نوع من الأكل. نودلز، الشعرية أو المكرونة الرفيعة. ريبيت، يكرر. ريبيتيشن، تكرار. كستراكت، بمعنى يقتبس أو يستخرج. استراكشن، استخراج أو اقتباس. معايا هنا كاري، اللي هي التوابل الهندي. لو جينا للعمود الثاني، اكزيست، يوجد. اكزيستنس، الوجود. بريبير، يجهز. بريبريشن، تجهيز. بريباتوري، اللي هو اعدادي او تمهيدي. ديش، طبعا اكله او طبق. طبعا الفرق بين بليت وديش ان بليت الطبق فاضي ما فيش فيه اكل، اما الديش اللي هو الطبق او الاكله. كيريوس اباوت، فضولي بخصوص، يعني محب الاستطلاع. كايند اوف، نوع من. طيب اوف برضك نفس الاسم، نوع من. اسك اباوت، يسال عن. مي تو، وانا ايضا. انفكت، في الحقيقه. اون توب، على القمه. ايزر اور، اما او. نايزر نور، لا ولا. اندر ذا سي، تحت البحر. اون ذا منيو، في القائمه او على القائمه. ان ديفرنت كولرز، بالوان مختلفه. كم فروم، ياتي من. برينج جود لك، يجلب الحظ. تراي نيو ثينجز، يجرب اشياء جديده. وات ايلس، ماذا ايضا. ميك ا باي، يصنع فطيره. فول اسليب، ينام فجاه. فيل هانجري، يشعر بالجوع. ذاتس هواي، بتساوي سو، لذلك. لوك فورورد تو، بيجي بعدها الفعل في اي ان جي. باي ذا تايم، قبل الوقت. تيك بليس او هابن، بمعنى يحدث. ترافل تو، يسافر الى. هاف فن، يستمتع. دو فن، يكون بشيء ممتع. ميج، ميد فروم، مصنوع من. كاتشب ويز، يتواصل مع او يعرف احوال. ديج اوت اوف، يستخرج او يحفر من. بنيجي هنا للسينونيمز والانتونيمز. كلمه ديسايد، يقرر. ديترمن، وعكسها ديلي، يؤجل. ديليشس، لذيذ. تيستي، وطبعا في فرق بين تيستي وتيستفول. تيستي للطعام، تيستفول حسن المذاق للاشياء وللملابس. العكس تيستلس، بلا طعم. اكزيست، يوجد، يعني ليف. ديبارت، يعني يغادر او يترك. فان، يعني متعه. اميوزمنت، بليجر. اميوزينج، العكس سارو. بوردم، بورينج، اللي هو الندم او الملل او ممل. رير، نادر. سكيرس، والعكس كومون، اللي هو شائع. سربرايزد، مندهش. استونيشد، والعكس unsurprised. special، مميز. unique. exceptional، يعني استثنائي او فريد، والعكس ordinary او normal. heavy، ثقيل. weight، overweight. strong، forceful، العكس light، خفيف. بنيجي لأهم الملاحظات اللغوية. 1، منيو، اللي هي معناها قائمة الطعام والمشروبات، ودي معروفة. والحتة التانية قائمة مهام في جهاز الكمبيوتر مثلا. لو قلنا وات از اون ذا منيو فور دينر، خلي بالك من حرف الجر، ايه اللي في القائمة للعشاء. ذا منيو، بار.
is one of the features of the desktop اللي هو موجود على سطح او اشكال سطح المكتب اللي هو المنيو بار. ليست قائمه اسماء اشخاص اشياء وممكن بمعنى ميك ليست يقوم بعمل قائمه. Is your name on the list؟ هل اسمك على القائمه؟ The names are listed هو هنا مستخدمها كفعل يضع في قائمه او ميك ليست يعمل قائمه. To decide لو خدت حرف الجر to تاخد مصدر يقرر ان، لو خدت on يجي بعدها اسم يختار، لو خدت ذات بيجي بعدها جمله يقرر ان. شوف المثال I decided to stay home at the weekend. I decided on going to the zoo yesterday. I decided that I stayed home at the weekend. بكده يبقى وصلنا لمرحلة ان احنا طبعا هنطبق على الكلمات واللغويات. مطلوب من الطالب حاجتين، يحفظ الكلمات، يقرأ اللغويات، ويقرأ ايضا التكستس اللي هي النصوص، على ان كل الحاجات دي موجوده في النصوص. بنيجي لاكسرسايز اون بارت 2، نحاول نحل مع بعض. ذا اودينس وير سو هابي اند اكسايتد، يعني كان الجمهور مثار وسعيد بالعرض البرفورمانس. ذات زي اسكد ذا سينجر تو يريبيت، يعني يكرر ات سيفرال تايم سيفرال تايمز. نمبر 2 ماي توك ستوب سيكريت، الحوار بتاعي ده سري جدا. I don't want you to repeat a word of this to anyone، ما تكررش ولا كلمه منه لاي شخص. The of singing the alphabet song several times helps young children learn the letters، طبعا هنا the repetition اللي هو تكرار. Has احمد decided يبقى on، ان decide بعدها اسم يبقى on. When did the accident طبعا تك بليس يعني happen او occur. Wild bears are becoming and will soon become extinct، يبقى هنا rare يعني نادر. Is a popular dish among Egyptian families، طبعا فول مدمس. The oil from يبقى extracted، المستخرج من. According to scientists gold on Mars, Mercury and Venus، طبعا هنا exists يوجد. Exists بمعنى يوجد. Is there any meat on the menu؟ I have made a of places يبقى a list. Many countries around the world have different four different times of the year، يبقى هنا festivals احتفالات. Science gives us hope that many diseases will not exist. توجد. The opposite adjective of the word common rare يعني نادر. This is the restaurant where I usually have my meals. The adjective tasty is a synonym of the adjective delicious. لذيذ. A good business person can quickly make an important decision. صفة أنا محتاج اسم. قرار. The drink which made from المصنوع من. I can't eat this fish or shrimps because I am allergic to، يعني أنا عندي حساسية ضد seafood. عامل بحر. He's really surprised that his teacher remembered his birthday. The accident took place. يحدث. Your company me brings يعني بتجلب لي الحظ الجيد. كريم loves loudly whenever his sister يقوم بشيء ممتع يبقى does something fun. 24 I was so tired that I asleep يبقى فيل. We had a heavy dinner. This means that our dinner was not light. يعني لم يكن خفيف. كان heavy. I find this question very difficult. This means that question is hard. Farmers dig potatoes out of the earth. يستخرج من. Festivals can give us the chance to meet and catch up with. We are having roasted turkey for lunch. You are asked to yourself for whatever happens. يبقى prepare. It's foolish of you to repeat your mistakes. You are asked to show respect to other people's beliefs. اللي هي معتقدات.
we say that someone is. يبقى هنا curious يعني فضولي. When they want very much to know about something or things. The chief was 34. The chief has created his delicious dish. 35. Some people doubt the existence. يعني the existence وجود of life at the very bottom of the oceans. يبقى كده خلصنا الجزء الثاني اللي هو part 2. بنيجي بقى للجزء الثاني من الفيديو بتاع النهارده وهي some important notes على الصفات بنقراها مع بعض بنحاول نفسرها وبنشوف عليها امثله. يعني هناك صفات يصلح معها الشكلين اللي هو تستخدم كصفه قصيره وكصفه طويله. يعني بالبلدي كده تنفع تبقى صفه قصيره وينفع تستخدم كصفه طويله. كوايت هادئ كليفر ماهر نارو ضيق سيمبل بسيط. This street is quieter أو ممكن نقول more أو less quiet than the other. يعني استخدمت هنا في المقارنة القصيرة بـ ER أو الطويلة بـ less quiet أو more quiet than. 2. نستخدم الصفات في الدرجة الثانية للمقارنة بين اثنين وأيضا للتغيير التدريجي الذي يحدث. يقصد يقول إيه؟ يعني هنا لو قلنا chicken is more delicious than fish يبقى هنا اكثر يعني طعمها ألذ من السمك. The weather is getting بعد هنا الوقت بيدل ان في تغيير يبقى getting hotter ولو ربطنا ب and يبقى hotter and hotter. يعني بعد فعل get او فعل go او فعل come او become يبقى بنقول ايه getting darker and darker. اوكي يبقى بنستخدم صيغه المقارنه بعد الافعال اللي هي بتدل على حدوث تغيير تدريجي. 3 عند المقارنه بين الصفتين لنفس الشخص نستخدم more وless قبل الصفه حتى لو كانت قصيره. He is more cruel than strict. تمام يعني دلوقتي انا الوقت بقارن في نفس الشخص بصفتين بعمل ايه؟ بقول بستخدم more او less من حيث اكثر من او اقل من قبل الصفه القصيره. يعني الصفه لو قصيره مفيش فيها مشكله. يعني هو دلوقتي اكثر قسوه عن ان هو يكون اكثر صرامه. She is more intelligent than hard working. هو دي الصفتين فيها ولكن هي اكثر ذكاء من ان هي انها بتعمل بجد. اوكي نمبر 4 ده مش جديد انا لسه قايله من شويه. عند التعبير عن التغير المستمر في وقوع الصفه يعني في تغيير ولا يكون بعد الصفه زان بنستخدم ايه؟ بنحط في الصفه ER و نقول اند ونضيف لها ER. يعني ما اقول لك اتس جيتنج هوتر اند هوتر او نستخدم مور اند مور ونحط او ليس اند ليس ونحط بعدها الصفر. مثال على ذلك موبايلز هاف بيكم بيكم اهو مور اند مور نقول ايه بابيولار. ذا ويزر از جيتنج هوتر اند هوتر او مور اند مور ايه هوت. 5 نمبر 5 للمسافات نستخدم فارذر وفرذر لكن للبعد المعنوي نستخدم further بمعنى ايه more. كايرو is further او further away from المنيا than جيزة. Do you have any further questions to ask؟ عندكش اي اسئلة اخرى او more questions. Number 6 الصفات older وelder بمعنى اكبر ويمكن استخدامها عند وصف ترتيب افراد العائلة ولكن عند المقارنة بين الشخصين نستخدم ايه older. رامي is my elder او older brother تمشي. رامي is older than me ونقدر نقولها بطريقه بسيطه لو استخدمنا زان نستخدم older وما نستخدمش ايه elder. عند التعبير عن المقارنه او التفضيل بين الظروف نستخدم الشكل الاتي more ظرف زان او the most او the least زائد الظرف. can you speak more slowly than that عادل drives the most carefully. أما الظروف القصيرة التي تستخدم كصفات نعملها معاملة الصفات القصيرة. فادي works the hardest. طبعا هنا hard يعتبر ظرف ولكن اتعامل زي الصفات القصيرة بالظبط. He works harder than me.
نمبر 8 لنفي جملة بقى صيغة مقارنة أو تفضيل، بنستخدم باي فار أو باي فار أند أواي، ونحط بعدها الصيغة. In our office, typist work by far the hardest. The computer is the most useful invention by far and away. 9 كلما حدث ذلك، كلما قلنا the more أو the صفة ER the صفة ER. يبقى the harder you study the more marks you get. The more careful you drive the safer you arrive. هناك صفات غير متدرجة لا يمكن استخدامها في المقارنة أو التفضيل. Alive ديد، الايف يعني حي، ديد ميت، رايت على صواب، رونج على خطأ، اكزوستد منهك او متعب بشدة، اميزنج رائع، انورمس ضخم. بنيجي لبعض الاكسرسايزز اون بارت 2. I am 160 سنتيمتر and so is my friend. My friend is as me. طبعا هو هنا نفس الطول، يبقى as tall as me. Of all my friends I like احمد best. The harder you study the higher. This is problem our family has ever faced. The most difficult. My wife is younger than me. طبعا هنا محتاج ان انا استخدم a little younger than me، لان انا في هي يعني اصغر مني بس بايه بسنوات قليله. Everest is mountain، يبقى the highest. Perhaps I look bad this morning but she looked worse. Going by plane is more expensive is a lot، يبقى كثيرا. The more you concentrate the cleverer you will be، ولما كنت اكثر مهاره. Number 10 today is a little hotter than yesterday. 11 going by plane is more expensive than going by bus a lot. Ali is as tall as Sammy، they are the same height. The tree in the world is in Sweden، the oldest. Climbing is the dangerous sport، يبقى the most. Everest is the highest. London isn't hot as، يبقى as hot as أو so hot as. Everest is than Kilimanjaro، يبقى higher. The place in the ocean is called Challenger Deep، يبقى the deepest. The Pacific Ocean is the biggest. 20 drugs were found in the athlete's body after he had won the race. Unfairly، unfairly يعني بدون عدل. منى is the same as علا. Age. Giraffes are of all animals the tallest. Today is hotter than a little. I said that he was sorry to be late for the meeting. Awfully يعني للغاية. Fadi speaks English than I do. More fluently than I do. 6. My car is a lot cheaper than my brother's. ليه؟ لأن mine is a used one يعني مستعمل. Excellent. You did a job this time. Keep up. A better. This is man I have ever seen. The strongest. My brother has more money than I do. أنا ضمير فاعل. In my opinion, fish tastes than oysters. طبعا هنا a lot better than oysters. محمد شريف is the fastest player الأهلي football team. Of الأهلي football team. In the past, people didn't have forms of entertainment as we do today. بين فورمز يبقى as many. I don't spend as much money. 34 when watching television you should sit from the television set not to hurt your eyes، يبقى نقول هنا ايه the farthest يعني ابعد مسافة. Stressed as a person is the more likely he or she has many diseases.
the more كلما 36 the earlier we start organizing the event the better يبقى the earlier the better prepared will be on the day the holiday I spent in Hurghada turned out to be expensive than we had expected هنا هنقول much expensive than تمام هدى is the cleverest student in the school by far اوكي لان هنا a lot و a little و far بتستخدم قبل صيغة المقارنة عشان التفاوت انما by far لصيغة التفضيل ميسي is one of the world's footballers the world's يبقى best the world's best footballer بعد صيغة بعد بعد الاس الملكية او الملكية عموما بستخدم بحذف الزاي قبل صيغة التفضيل The Amazon is not as long as the Nile. The Nile is of the two rivers يعني the longer of the two. 41. Amira doesn't have as long hair as Sundus. Whose hair is less long? طبعا انا ايه Amira's لان شعرها مش طويل زي سندس. Ali is of two brothers. The younger. بكده اعزائي الطلبة يبقى خلصنا بارت 2 سواء الكلمات والتعبيرات او حتى مراجعة القواعد للمرة الثالثة شكرا والى اللقاء في بارت 3